المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي محكمة بتهتم بأنها تدافع عن حقوق الإنسان في حال انتهاك حق من حقوقهم. بيرجع هو المحاكم اللي موجودة في بلدهم في حال انتهاك حقوقه من المحكمة بتاعت البلد نفسها. هو بيطلع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللي بتدافع عن حق نفسه بتاع المواطن. الطالب لما بيخش المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بيستفيد ان هو بينمي اللغة الفرنسية بتاعته، بياخد presentation skills ما بياخدهاش جوه الجامعة. تالت حاجة بيستفيد ان هو بياخد السيرتيفيكت بتاعته او القضية بتاعته اللي بتتحل جوه المؤتمر نفسه بتتوثق في السيرتيفيكت بتاعته وبتختم من سفير الاتحاد الأوروبي. انا President of the European Parliament. احنا بنناقش السنة دي بثلاث مواضيع. الموضوع الاول هو السيرفيلنس السنسورشيب اللي هو الرقابه على الافراد، زي الرقابه على الموبايل، زي الرقابه على الاكونت بتاع الفيسبوك وهكذا. وايه الاهم، الناشونال سيكيورتي ولا السيفل ليبرتيز؟ برضو الموضوع الثاني هو الانتليجنس كوبريشن، التعاون بين المخابرات الدوليه بهدف ان احنا بنحارب الارهاب وكيفيه مواجهته. فكرة عامة ان احنا الخبرات ما تقفش عند حد، يعني اللي عنده خبرة يحاول يفيد بيها التاني على قد ما يقدر، بحيث ان انا ابقى مخرج في اخر السنة على الكونفرنس او على الكلوزنج بتاعنا كادر من الكوادر، قادر ما يبقاش ان هو جه الجامعة استفاد بس من المواد التعليمية بس، لا يبقى يحاول يشتغل، حاول يستفيد بأي طريقة ان هو زي تريننج للشغل.